هناك عدة تقسيمات للقمح، لكن أشهرها هو القمح القاسي، يتم استخدامه في صناعة البرغل والحبوب والمعكرونة بجميع أنواعها، ويمكن التعرف عليه من خلال لونه الأصفر، وهو غني بمواد البروتين ويحتوي على أحماض أساسية. يزرع هذا القمح القاسي أو الصلب بشكل أساسي في المناطق الحارة والجافة مثل جنوب فرنسا وإيطاليا كحبوب شتوية، يتم الحصاد بعد 9 أشهر من زرع البذور. أما القمح الطري فهو أكثر أنواع القمح زراعة، حيث يستخدم للحصول على دقيق الخبز أو الطحين ومنتجات البسكويت والمعجنات. تقريبا يعد حوالي 95% من القمح المنتج في جميع أنواع العالم من هذا النوع، ويتميز بمحتوى عال من الجلوتين والبروتين. هناك الحنطة تتميز بمقاومتها للآفات واحتوائها على مجموعة من العناصر الغذائية، لها استخدامات تشبه كثيرا استخدام القمح الطري. كذلك كموت القمح يعتبر من أسلاف القمح، فهو مقاوم للآفات وغني بالمواد الغذائية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.